سقوط أمطار في يومين خلال شهرين، برد قارس. إذن أتمنى لا أكون في هذه المدرجات، لكن من دون شك هي مباراة ساخنة كابتن بادو. لكن البرد قارس في برنابيو وهنا في تولوز، فتنظن لهم اهداف كبيره. كريستيانو رونالدو غادا تسخن الملعب، فالفريقين الاثنين عندهم اهداف مختلفه. ففريق ريال مدريد باغي يحافظ على المسافه اللي بينه وبين برشلونه، كذلك فريق مالاغا باغي يحافظ. ويليتون اساسي الليله، هذاك هناك تغيير في الدفاع. لا، ويليتون ديما كيلعب. التغيير اللي كاين هو دخول، لا ويليتون لم يكن اساسيا في كثير من المباريات. ما التغيير؟ لماذا حسب رايك في عمق الدفاع؟ No, lo que parece es que va a salir de Michelis. أن دي ميتشيليس سيكون في وسط الميدان تقديم ميتشيليس وماتينسن وويلينتون في الدفاع متقدم رفقة كاماتشو، هو في حاجة إلى وضع كابتن بادو. إذا سنشاهد التشكيلة الآن مباشرة من ملعب سانتياغو برنابيو. إذا كالعادة إدريس كامي لا زال في كرسي الاحتياط، لكن نبدأ بريال مدريد كابتن بادو. إذا لا تغيير يذكر، الكبار حاضرون، حتى كاكا الليله موجود واوزيل والجميع يبدو موجود ما عدا التغييرات الاضطراريه وكذلك ايغواين على الاحتياط. كنظن الفريق ريال مدريد داخل بتشكيلته المثاليه. نعم. كاين جوج تغييرات كما ذكرت من قبل، هو دخول لاس بلاس اربيلوا ودخول كذلك بنزيما في مكان ايغواين ودوجوج وبنزيما ابتعد لانه كان مصابا، لانه بالنسبه لمورينيو هو الاساسي. بنزيما هو الاساسي، ولكن تنظن مورينيو اعطى التناوب في المقابله لانه كيعرف مازال مباريات مهمه، مازال مباريات شاقه، ومازال يعتمد على الجميع. فاليوم فريق ريال مدريد بالطريقه اللي كيلعب بالاخص في البرنابيو، ففريق مالاغا الا ما نظمش راسه دفاعيا وكذلك ابتعد من الاخطاء الفرديه والدفاعيه، فغادي يعاني اليوم فوز البرنابيو. هذا بالنسبه لريال مدريد، بينما مالاغا ادريس كامين يقول ما زال على كرسي الاحتياط، يضع ضغطا كبيرا على كابايرو الذي يبقى المتالق. اذا قلنا ويلينغتون في وسط الدفاع، كاثورلا موجود الليله